ينضم إلينا من معبر رفح من الجانب المصري عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك عبد المنعم، ونقترب معك من الوضع لديك وتطوراته. مرحبا دينا، دعيني أبدأ تفاصيل الأحداث عن واقع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من هذه الشاحنات العائدة بعدما توجهت من الأراضي المصرية. لو استعرض زميلي المصور هذا المشهد الذي يدمي القلوب من خروج الشاحنات وهي محملة بما دخلت به من منفذ كرم أبو سالم صبيحة هذا اليوم، توجهت حوالي 70 شاحنة من الشاحنات الحاملات للمساعدات الإنسانية من المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية بعدما تم التنسيق لها بين السلطات المصرية وسلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي. ذهبت هذه الشاحنات من الأراضي المصرية، توجهت إلى منفذ كرم أبو سالم وهي تعود بما دخلت به صوب المنفذ، محملة بما دخلت به صوب المنفذ. توجهت حوالي 70 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية بعدما تم التنسيق لها بين السلطات المصرية وسلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن مسلسل العراقيل لازال مستمرا وما تنتهج إسرائيل من هذه العراقيل وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية لاستمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع فيما يتعلق بالمواد الغذائية والوضع. كل الشاحنات التي توجهت إلى معبر كرم أبو سالم عادت من حيث أتت كما شاهدنا الآن؟ سمحت دولة الاحتلال فقط دينا بإفراغ حوالي 12 شاحنة من هذه الشاحنات للحمولة الخاصة بها في محيط منفذ كرم أبو سالم، بالإضافة إلى رفضها ل 58 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية. وتبقى في المنفذ حوالي 4 شاحنات للغاز الطبيعي، لا نعلم إن كانت هذه الشاحنات ستدخل أم ستعود، وهي محملة أيضا بما دخلت به إلى منفذ كرم أبو سالم. لازالت الشاحنات تخرج على الهواء مباشرة وهي محملة بما دخلت به صوب منفذ كرم أبو سالم فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية من المواد الغذائية وكذلك المستلزمات الطبية التي بها نقص شديد حسب ما أوردت تقارير أوتشا في آخر تقرير صادر لها عن الأوضاع في قطاع غزة، والذي تحدث عن نقص في نصف الأدوية الأساسية في القطاع، بالإضافة إلى انتهاء أو نفاذ الأدوية المنقذة للحياة، أدوية الأمرضة المزمنة كأمراض السرطان والإنسولين وغيرها من هذه الأدوية المزمنة التي نقصت وشحت في القطاع ونفذت الأدوية المزمنة نفذت في القطاع، بالإضافة إلى نصف الأدوية الأساسية في القطاع نفذت أيضا نتيجة عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهذا النوع الهام من المساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة، خاصة بعد احتلال منفذ رفح البري من الجانب الفلسطيني وحولته إلى ثكنة عسكرية. هذا هو الوضع منذ احتلال منفذ رفح. شح في عمليات المساعدات الداخلة، عرقلت المساعدات الداخلة إلى القطاع وتحديدا المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى شاحنات الوقود أيضا اللازمة لهذه العملية الحيوية داخل قطاع غزة، سواء فيما يتعلق بالوضع الطبي ومساعدة المستشفيات في توليد الكهرباء أو حتى فيما يتعلق بالوقود اللازم لتوزيع المواد الغذائية داخل القطاع. هذا فيما يتعلق بالوضع الإنساني وما نرصده هنا من دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. دينا، تبقى شيء آخر أود أن أشير إليه، هو أن المناطق الشرقية لمدينة رفح في هذه الآونة وقبل صعودنا إلى هذا الاتصال تتعرض إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية وإلى غارات جوية عنيفة في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، وعلى مرمى البصر لنا أيضا في المناطق الغربية لمدينة رفح تتعرض أيضا المدينة إلى عمليات نسف لهذه المنازل. نرى أعمدة الدخان البيضاء وهي متصاعدة من المناطق الغربية وأعمدة الدخان السوداء الناجمة عن القصف المدفعي وناجمة عن طيران الاحتلال المقاتل الذي يعني يودي بحياة المدنيين في هذه المناطق الآن بنتيجة القصف الناجم عن طيران الاحتلال والمدفعية الإسرائيلي. هذا فيما يتعلق بمشهد دخول المساعدات من الأراضي المصرية وما يتعلق أيضا بالأوضاع الميدانية القريبة منا على الحدود. شكرا جزيلا لك عبد المنعم إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من معبر رفح.